الحقيقه احنا نحب نشكره جدا، يعني انا عن نفسي احب اشكره بالنيابه عن الشعب المصري انه ادخل علينا يعني بصراحه فرح وسعاده، ويا ريت لو اقدر ممكن يعني لو ممكن تخلونا نحضر احنا يعني كجمهور الاحتفال ده بنفسنا، يعني عشان نقدر احنا بنفسنا نكرمه. يعني اولا هو ما يستاهلش حفل تكريم، ويا ريت يروح عشان هو بوظ الدنيا في الحقيقه. بس هو بصراحة يعني إحنا خسرنا، فلما بيشكرون إن إحنا خسرنا أنا مش شايفة لو مش مفروض يكون في أي حاجة أصلا. حرقت دمنا واستفزتنا كتير قوي الصراحة، ما كانش ليه لازمة خالص إن إحنا ندافع وإحنا رايحين بطولة، إحنا عارفين إحنا طالعين من الدور الأول أصلا. يعني هقول له حسبي الله ونعم الوكيل. لاموري في زور يا كوبر. يعني كنت أتمنى إنه يبقى مدرب أقوى من كده، لأنه كان ممكن يعدي بالفريق بتاعنا زي فريقنا ما كسب قبل كده في حاجات كتيرة. كنت أتمنى إنه هو يضحك يعني يشد حلو مع فريقنا شوية، وخسارة الفلوس اللي خدها على قلة فايدة. أقول حسام حسن برقبتك ما شاء الله أكتر من كده بعد الهزيمة دي طبعا. أقول له لاموري بزوري وارحل بقى اتكل على الله عشان انت كده ودنتنا في داهية. أحب أقول له نكتفي بهذا القدر وشكرا جدا 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 وبلدك مستنياك. باي باي. أحب أقول لكوبر أرنبيتا زوراتوس ومع السلامة.